السلام عليكم. نكمل مع داروين ونظرية التطور. طبعا توجد في قناتي قائمة تشغيل خاصة بنظرية التطور، تقريبا 40 حلقة أكثر أقل، وما عدا الحلقات القادمة راح تأتي اللي ما أعرف إيش كانت 10 أو 12، ففيها جميع ما يخص حياة داروين ونظرية التطور، حتى الأمور الفلسفية يعني اللي تربطك بين الفلسفة وبين التطور. المهم بحلقة اليوم وصلنا أنه داروين موجود في قرية دار تاون الموجود بها. كان داروين أحد أعمدة هذه القرية، رجل معروف سوف يقوم بمصادقة راعي الأبريشية المحلي، رجل شاب وصل إلى هذه القرية واستلم الأبريشية. هذا الكلام أواسط 40ينيات القرن 19. لعب داروين دور مفيد في أعمال الأبريشية المالية، مع العلم هو كان عندما تحدث طقوس دينية شعائر دينية ما يحضر، كان يترك إيما والأطفال هم اللي يحضرون، هو ما يدخل الكنيسة. ثم بعد ذلك يقوم داروين بأعمال يعني أبعد ما تكون عن مجال اختصاصه، وقت يهدر هكذا ويوافق على أن يكون أمين صندوق بأحد الكنائس، يعني ثم يكون أمين صندوق مرة ثانية بجمعية تعاونية هو اللي يقترح تأسيسها، يعني أعمال بعيدة جدا عن مجال اختصاصه. مع ذلك هو كان يحب الهدوء، كان يراقب أطفاله وهم يلعبون ويكبرون، كان يراقب أعشاش الطيور، يتمشى بالمزروعات، يعني ينظر إلى التلال، يحب أن يسير في هذه الطرق بحيث أمام حجر يضربه برجله ويبقى للمسافات طويلة كيلومتر أو أكثر، وهو يضرب يعني مثل كرة القدم، يقضي هذا الوقت يلاحظ أعشاش الطيور، أيضا الأشجار والنباتات. كان يحب الهدوء، كان يحب الهدوء إلى درجة حياته روتينية وهو قانع وقابل بهذه الحياة الروتينية. كان يكره الاستفزاز، يكره الانفعالات الجياشة نهائيا. لذلك في أحد المرات أسر إلى فيتز روي الناشر اللي كان معه، يقول لأنه حياتي منتظمة هادئة تسير مثل الساعة، وأنا ثابت على هذه النقطة التي سأنهيها عندها. إذن داروين يشعر بأن السنوات تمر بسرعة بالمقارنة بمعدل إنجازاته، لا شيء تقريبا. يذكر في مفكراته أو مفكرته اليومية، يذكر أنه مرور عقد من السنين وأنه لم يعمل أي شيء. ثم يكتب أيضا أنه لم يقم إلا بعمل مسودة من أجل أن يطبع مؤلف، اللي هو الكتاب عن ملاحظات جيولوجية عن أمريكا الجنوبية. هذه الثلاثية عن الأعمال الجيولوجية سوف تكلف 4 أعوام ونص، فيكتب متذمرا ترى كم من الوقت ضاع بسبب المرض. لكن في الأوقات اللي كان بيها داروين سليم، جسم صاحي معافى، كان يعمل بدون توقف، كان يعمل عمل شاق إلى درجة نسميه اليوم إدمان العمل، يعني حالة مرضية، كان يكدح دون أن يأخذ أي استراحة عندما كان الصحة زينة، لا يأخذ أي إجازة، وعندما ينهي العمل ويألف له كتاب لم يكن يحتفل بأنه ألف كتاب، لا، لم يكن مثل هؤلاء الرجال الذين عندما يعني ألف كتاب وينهي أو بحث أو أي مشروع آخر يعني يفتحون زجاجة شراب ويتقافزون فرح لمجرد أنهم أنهوا أحد الكتب. أبدا لم يكن داروين هكذا، كان ينهي الكتاب ثاني يوم أو نفس اليوم يعني يجد عمل آخر. فباليوم اللي سلم بي مسودة الكتاب عن الجيولوجيا، هذا الكلام 1 أكتوبر 1846، سلم المطبعة نفس اليوم عنده وعاء آخر الأوعية الباقية من رحلة السفينة بيغل، وعاء هذا ماذا بعينات محفوظة من رحلة السفينة بيغل، آخر وعاء بقعده، لأن البقية وزعها سؤال للمتحف أو علماء آخرين يبحثون بها ويصنفوها. بقى هذا الوعاء ب12 حيوان بحري البرنقيل اللي تشوفوه بالصورة الآن.
حيوان البرنقيل، نوع غريب جدا من الحيوانات، كائنات بالغة الصغر تقريبا حجمها بحجم رأس الدنبوس، تعيش فوق أصداف من نوع معين من القواقع البحرية. كان جامعها داروين في يعني من قبل 11 عام عندما كان على ظهر السفينة بيقل في أرخبيل جونوس، هذا يكون الأرخبيل مقابل ساحل دولة تشيلي. إذن هو الآن ينوي أن يدرس هذه البرنقيلات، ينوي أن يشرح هذه الكائنات الصغيرة جدا، ينبغي أن يعرف هويتها، يستوعب هويتها ويكتب ورقة بحثية عنها. إذن بدأ العمل على هذه البرنقيلات وهو يظن أنه سوف يستغرق وقت من عنده شهر شهرين ثلاثة. لم يكن داروين يعتقد أن هذا التوصيف للبرنقيل سوف يستغرق منه 8 أعوام. إذن نحن الآن بالفترة من سنة 1846 إلى 1854، 8 أعوام من حياة داروين لم يفعل فيها شيء آخر غير دراسة هذا البرنقيل. إذن كانت أمامه طاولة قصيرة يجلس عليها، عنده كرسي دوار يتحرك، يجلس أمام نافذة المكتب من أجل أن يعني يستنشق هواء وغيرها، يجلس على مقعد دوار ويبدأ يبحث يشرح هذه الحيوانات الدقيقة البرنقيل، ومع ذلك هذا الأمر كله عن طريق ميكروسكوب، ويرسم أي شيء يراه بالميكروسكوب يقوم برسمه، بعد ذلك يحتفظ بالعينات اللي شرحها عن طريق يقوم ب يعني شرائح ميكروسكوبية صغيرة جدا، يتم يعني وضع شمع عليها بإحكام، يضع هذه شرائح مرتبة في أحد المكاتب. داروين خلال هذه المدة من تعامله مع حيوان البرنقيل سوف يعرف أوصاف كثيرة من هذا النوع يعني، وكذلك أنواع أخرى من هذا البرنقيل. أيضا سوف توفر له دراسات أجريت على البرنقيل من قبل أشخاص، لكن هذه الدراسات كانت مع ذلك بها تشويش وكان بها تباين. المهم سوف يقوم داروين بإصدار أحكام عن طريقة التصنيف بالنسبة لهذا الحيوان، يصحح لك جميع المعلومات الخاطئة اللي كتبوا عن البرنقيلات قبله. بالتالي هذا الحيوان صعب جدا، البرنقيل محار، هو محار صغير بحجم رأس الدبوس. كان هذا الحيوان يعني صعب جدا اللي اختاره داروين، كان له شكلين، أحدهم يسموه البرنقيل اللاسويقي اللي هو يشبه البطليموس. البطليموس أيضا حيوان بحري بالرخويات يعني صغير الحجم تقريبا، وهذا كان مدرع بغطاء سميك. الثاني لا، يسموه البرنقيل السويقي، هذا البرنقيل السويقي يشبه بلح البحر موضوع على كومه من الرمال. كان يدرس داروين. اللي صار انه جميع هذه الدراسة صارت بها بعض الامور بلبلة، ما هي انه هذه الرقات، وهذا أمر جدا مهم، تسبح يرقات البرنقيل تسبح بالضبط مثل يرقات الربيان. كيف حدث هذا؟ يرقات البرنقيل تشبه بالضبط يرقات الربيان بالسباحة. المهم راح يراسل داروين جميع المهتمين بالعالم من الخبراء المهتمين بالبرنقيل والمغرمين والمعجبين والهواة البرنقيلات، ما هي معلوماتكم عن هذا؟ يرسلهم العينات ثم يبدأ يتوسل بهم أن أعيدوا إلي هذه النماذج اللي أنا شرحتها وتعبت عليها. بالتالي داروين سوف يقوم بتجهيز أمور، مجهر عنده، سوف يجهز أدوات التشريح، سوف يقوم أحد الصناع في لندن بتجهيز داروين بآلة جديدة، نوع جديد يصنعها إلى يعني مجهر من أجل أن يقوم ببحث صفات هذا الحيوان الدقيقة جدا. هذا سوف يكلف مبلغ جدا قوي، لكن مع ذلك داروين ما يهتم. بالتالي الحجرة، حجرة مكتب داروين اللي يقوم بها بتشريح هذه البرنقيلات، كانت لها رائحة وكأنها خمارة، كأنها حانة،
بسبب تبخر الكحول، هذا الكحول اللي كان يحافظ على هذه العينات. بالتالي كانت عيون داروين دائما تسيل وتدمع، وكانت دائما هناك غمامة من الظل في نهاية كل يوم. وأيضا تذكرون بحلقات سابقة عندما كان يعني يستخرج الهياكل العظمية للطيور والدجاج وغيرها، كان يتقيأ جميع ما أكله صباحا، كان حتى واضع مغسلة خاصة للتقيؤ. هذا هو داروين. خلال هذه السنوات الثمانية السيدة إيما سوف تضع بنت وثلاث أبناء آخرين في الفترة التي يشرح فيها ويدرس فيها داروين البرانقيلات. السيدة إيما تشرف على جميع شؤون البيت في دار تاون، المنطقة اللي هم بها، كل ما يدور حولها من شؤون، من احتياجات، أنشطة بشرية، بينما داروين يكدح كدح كبير جدا في عمله من أجل فحص وإنهاء بحث عن البرانقيلات. هناك قصة لطيفة تروى عن اهتمام داروين المهوس أو المتهوس بهذه البرانقيلات. هذه القصة تتحدث عن الانطباع اللي أحدثه داروين خلال 8 سنوات، تأثير هذه 8 سنوات على أطفاله بسبب عمله بالبرانقيل. ابنه الثاني كان اسمه جورج ابن داروين، فكان في أحد المرات يزور منزل بعض أصدقائه رفاق باللعب يلعب معهم، فسألهم، فدخل بيتهم وسألهم، قال لهم أين يعمل أبوكم على برانقيلاته؟ يعني هذا الطفل كان يعتقد أنه كل الآباء عندهم مثل داروين برانقيلات جايبيها من تشيلي ويقومون 8 سنوات يدرسون عليها. المهم كان توصيف البرانقيل انعطاف غير مخطط من قبل داروين سوف يعوق عن نظرية التطور، سوف يعوق عن التحول، لكنه مع ذلك سوف يعيده لا مباشر بطريق غير مباشر مرة ثانية إلى التطور. بدأ الأمر بالنسبة داروين كمهمة متواضعة، وصف لأحد الأنواع، قال إنه هذا نوع من البرقلات سوف أقوم بوصفه وانتهي من عنده، ثم يتحول تدريجيا إلى وسواس قهري. لا بد أن يفعل هذا الشيء، لا بد أن ينهي هذا الشيء، لا يمكن أن يؤدي هذا الشيء إلا على نحو كامل. وبالتالي استغرق من عند الأمر كم؟ 8 سنوات. لكن مع ذلك هناك أمر آخر، كما يقولون العرب هناك إن في الموضوع. هذا الانعطاف بالنسبة لداروين واهتمامه بالبرانقيلات هو أمر غير عشوائي ولا عارض بالأصل. كانت هناك قوة دافعة لهذا الموضوع تعلن عن نفسها قبل ذلك، قبل أن يبدأ بالبرانقيلات. تذكرون صديق تشارلز داروين، صديق الأثير اللي هو جوزيف هوغر مؤسس علم النبات الحديث، كان يتبادل رسائل مع داروين. الكلام سنة 1845، بعث رسالة إلى داروين يقول هذا الكلام قبل أن يبدأ داروين ينخرط بدراسة العينات اللي جلبها من الخبير جونوس قرب تشيلي. كتب له بهاي الرسالة يعني أنه هناك كاتب فرنسي، عالم نبات فرنسي اسمه فريدريك جيرارد. هذا العالم الفرنسي عنده كتاب عن طبيعة الأنواع، وهذا الكتاب غير دقيق علميا أبدا، فبدأ يتجم على صاحب هذا الكتاب الفرنسي فريدريك جيرارد. جوزيف هوكر عالم النبات الصارم جدا في الموضوع العلمي فيما يخص شؤون النباتات، أخبر داروين يقول له الكلام التالي: أنا لا أستطيع أن أميل إلى التسليم بكثير مما يقوله أي شخص يعالج المسائل العلمية ويصنفها بطريقة جيرار. هذا شخص ما يعرف أن يصنف هذه الأمور لأنه غير متخصص في التاريخ الطبيعي. انتهى هذه الرسالة. هذا الكلام من هوغر، يعني صحيح هوغر ما يتكلم عن صديق الأثير داروين، لم يقصد أن يستخف بصديقه داروين، كان يقصد جيرارد هذا الفرنسي، لكن داروين اتخذ موقف دفاعي، مرتاح لهذا الكلام من هوغر. داروين أثبت جداره بالجيولوجيا وألف لك ثلاثية عن الجيولوجيا، لكنه في علم البيولوجيا كلمة هوغر أصابته مو بمقتل، يعني أثرت به
لأنه لم يدرس قط أي مجموعة واحدة بعلم البيولوجيا من الحيوانات أو النباتات بعناية كافية من أجل أن يوصفها كمتخصص، لم يفعل هذا. لذلك داروين أخذ تعليق جوزيف هوجر على محمل شخصي، وبالفعل رد على هوجر بنفس اللحظة، يقول له كم كانت ملاحظتك بشأن عدم حقية أي شخص لم يصف العديد من الأنواع بدقة في أن يبحث مسألة النوع، كم كانت مؤنبة بالنسبة لي، لأن فعلا داروين لم يصنف أي شيء. إذن بعد هذه الرسالة ب13 شهر سوف يأخذ داروين على عاتقه، يقول أني سوف أصنف هذا حيوان برنقيل أبقى معاه للأبد. بالتالي هو لا يرغب أن يبدو مثل جيرارد منظر طائش غير متعمق في التفاصيل التي يعني ممكن تساعد على التصنيف، أو ممكن يعني هناك تفاصيل مهمة بحيث كيف يفرق بين نوع ونوع، بحيث لا يصبح الأمر عشوائي مثل جيرارد أو حتى مؤلف كتاب الآثار الباقية. يريد يكون مصنف علمي رصين. إذن أول برنقيل سوف يعمل عليه داروين كان محير جدا بطرق عديدة جدا. كان هذا الكائن الذي قرر داروين دراسته درزا 12-1 جايبين من تشيلي، قرب ساحل تشيلي، كان هذا الكائن صغير يعني بحيث بحجم الدبوس، زين، ينتمي إلى الشكل الشبيه بالبطيموس، أيضا حيوان آخر مثل ما ذكرنا البرنقيل اللاسوقي. راح يبدي دراسته، راح يبدي صنفه، لكن داروين بدل أن يقوم بتصنيف مباشرة بدأ يشرحه. إذن هذا الحيوان اللي بدأ به، اكتشف أنه هذا الحيوان بدل من أن يثبت نفسه فوق صخرة ويفرز درع واقي على جسده على شكل مخروط ويحمي نفسه، لا، هذا البرنقيل الذي يصنفه الذي يدرسه داروين يقوم بإيجاد ماء ويحميه بأن يثقب جحر صغير في صدفة قوقعة ويعيش بها، يختلف عن كل البرنقيلات. إذن سوف يدرك داروين أنه عثر على صنف غير معروف، إذن هو سوف يكتشف صنف سوف يسميه أرثروبالانوس على اعتباره هو المكتشفة، أو أخذ يذكره بكل اعتزاز وفخر، يرسل خطاب إلى هوجر يقول له أنا اكتشف الصنف اسمه السيد، سوف يعني يسميه السيد أرثروبالانوس. إذن بعد مرور أسبوعين على تشريحه سوف يشعر بالافتنان، سوف يشعر أنه يقضي شهر بعد شهر ممتعات جدا في العمل عليه، ويكتشف في كل يوم في كل فترة أمر ممتع بهذا البرنقيل، دائما يكتشف مفاجآت. يجهز نفسه داروين كتلتين من الخشب من أجل أن يدعم رصغه بالعمل. بالتالي يخبر هوجر، يقول له أنا سعيد جدا. لماذا؟ لأن قضيت سنوات طويلة أعمل في بحوث جيولوجية، الآن أنا أستخدم عيوني وأستخدم أصابعي مجددا بهذه الطريقة. بالتالي بعد دراسة شهر آخر من البحث العميق يشعر داروين بالحيرة. ما سبب الحيرة؟ السبب الحيرة هي السمات التناسلية للسيد أرثروبالانوس البرنقي. كيف؟ من المعروف أن البرنقيلات بشكل عام خنثوية، بمعنى أنه كل برنقيل يحمل كل واحد من عندها أعضاء ذكورية وأنوثية بنفس الوقت، لكن هذا النوع اللي يدرسه داروين له قضيبان ذكريان وليس له كيس بيض. كانت هذه أول إشارة للاكتشاف النهائي المهم للدراسة بأكملها. سوف يعني هذا الأمر بطريقة غير مباشرة يفيد نظرية التطور. إذن يكتشف داروين أنه بعض أنواع البرنقيل خنثي، بعض أنواع البرنقيل ينفصل إلى ذكور وإناث، جيد، لكن البعض الآخر يتجمد في تنظيمات معقدة في منتصف الطريق بين الحالين. إذن الحياة الجنسية للبرنقيل تتغير في مراحل متعاقبة من الخنثوية إلى التمايز إلى ذكور وأنوث، أنثوية
إلى فقط زكريا. بالتالي هذا يطرح وجود مسار للتحول لو لا؟ بالتأكيد هذا يطرح لك وجود مسار للتحول، وهذا ما يبحث عنه داروين. وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم.